بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. باسم المجلس العسكري الثوري في محافظة حلب والمجلس الانتقالي الثوري وباسم لواء التوحيد، نؤكد أن سوريا الحرة هي دولة مدنية، أساس التشريع فيها الدين الإسلامي مع مراعاة جميع أطياف المجتمع السوري. كما نتفهم أن ما صدر من بيان عن بعض الكتائب المقاتلة في حلب هو بسبب تهميش القوى الثورية الفاعلة على الأرض والتي تقود معارك التحرير في حلب. كما نعلن دعمنا للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ما دام ملتزما بأهداف وتطلعات الشعب السوري والقوى الثورية الفاعلة على الأرض، مع مطالبتنا له بزيادة تمثيل القوى الثورية وتفعيلها في أجهزة ومكاتب الائتلاف. كما نؤكد على وحدة جميع الألوية والكتائب المقاتلة ونثمن جهودهم في تحقيق أهداف الثورة في الحرية والكرامة وإسقاط النظام. عاشت سوريا حرة أبيا، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين.